يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. لقاء جديد وأحلام مواطن. حلقتنا النهاردة أحداثها كتير ومتنوعة، أدعوكم لمتابعتها لأن فيها جزء هيتقال محدش كان متوقعه، خصوصا بعد ظهور أدلة وحقائق جديدة في جريمة قتل في المعادي أنا اتكلمت عنها يوم الأربعاء اللي فات. ما ينفعش أبدأ حلقتي معاكم النهاردة وما منورش طبعا على حدث هو الأعظم على الإطلاق. كلنا فرحنا مبارح كمصريين بافتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع تطوير العشوائيات من طبعا نطاق المتتالي لهذا الملف في الأسمرات 3. وانتوا عارفين ان انا دايما معاكم في أحلام مواطن اول إطلالة لينا معاكم على الهوا، مش بنشتغل زي ما انتوا شايفين معايا الصورة طبعا سيادة الرئيس مبارح وجولته، ان احنا برنامج إخباري، ولكن العناوين اللي دايما بتحقق حلم المواطن، المواطن اللي في يوم من الايام كان عايش سنين طويله في عشوائيات ومهمش وتصور ان الدوله مش هتحس بيه. علشان كده كان مهم جدا ان انا ابرز العناوين اللي قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في جولته واثناء افتتاحه لكل الناس. كنت حابب ان انا هعدي معاكم على عناوين عريضه فقط اؤكد بيها حجم اهتمام الدوله المصريه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير العشوائيات. وخدوا بالكم بين قوسين كبار كده، الملف ده يعني ايه جحد فقط اللي ينكر انه قعد سنين طويله جدا على مر العصور بقى من غير اسماء، سمعنا فيه كلام كتير، ولكن على الارض تم التنفيذ فيه امتى؟ منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده البلاد. اعتقد شفنا كلنا، وخدوا بالكم وانا بكلمك انا كنت في جولات ميدانيه بالبرنامج ده احلام مواطن في فتره من الفترات في احد الفضائيات في تل العقارب، ودلوقتي شوفوا شكلها بقى عامل ازاي. ولكن خليني اقول لكم العناوين المهمه اللي ااكد بيها ازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيبرز وبياكد لكل المصريين العمل الجاد بجديه بشكل كان غير مقبول بعد ما عينك قعدت سنين. خد بالك من الكلام ده، عينك قعدت سنين تتفرج على مشهد ابسط ما يوصف به ان هو مش لطيف او مقزز، اللي هو ايه؟ مشهد العشوائيات اللي كنت دايما بنشوفها في التصوير بقى، ونشوف العشش ونشوف البيوت شكلها كان عامل ازاي، وشوف دلوقتي بيبقى شكل البيوت والانشاءات في هذه العشوائيات شكله عامل ازاي. التطوير ليس فقط تطوير عشوائيات ولكن تطوير فكر، وبعدين لما انت تكون بتطور وبتشتغل جنبه تنميه في ظروف صعبه جدا، كل ملفات الدوله المصريه شغالين عليها، تنميه، سينا مسرح عمليات بتحارب ارهاب، تطوير العشوائيات، قبلها 100 مليون صحه، وقبلها كلام في الغاز واكتشافات ومشاريع مهمه جدا في كل القطاعات. يبقى لازم واحنا كده بنتكلم احقاقا للحق، الشيء الايجابي لازم نقول عليه تحيه تقدير واحترام. ابرز الكلمات اللي قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح: لا تنسوا شكل العشوائيات ولا تسمحوا بتكرارها، وده اللي انا كنت بقول لكم عليه. شوف عينك كانت متعوده على شكل عامل ايه، ودلوقتي المنظر وانتم بتشوفوا امبارح مع سياده الرئيس المشهد اللي انتم شايفينه معاكم على الشاشه دلوقتي، حد كان يتوقع ان انت تقدر تشوف المشهد ده في تطوير للعشوائيات، مش في مدن بقى جديده بيتم انشائها بديزاين معين؟ لا، ده ناس كانت عايشه في واقع اتنقلت لواقع تاني خالص بالشكل الايجابي اللي انتوا شايفينه. كمان كان سياده الرئيس من ضمن كلماته امبارح بيقول: هنعمل ليكم احلى بلد في الدنيا بس ايدينا مع بعضينا. ودي الرساله اللي دايما بتاكد بيها الدوله المصريه ان كل شيء بيتم على الارض بتكاتف كل المصريين وليس فقط المسؤولين في الدوله المصريه، وهي دي دايما القيمه اللي احنا عايزين ناكد عليها يا جماعه، كل المصريين على قلب رجل واحد. هيبقى المشهد زي ما انتم بتشوفوا كده في احد الملفات. كمان من ضمن الكلام اللي قاله سياده الرئيس امبارح ان الشقق اللي بنديها للمواطنين تكلفتها 600,000 جنيه. يعني بلغه الارقام، لو انا جاي اقول لك ان الشقه اللي انت بتاخدها دي في تطوير العشوائيات زي ما انتم شايفين معايا او في الاسمرات تكلفتها 600,000 جنيه، لك ان تقيس بقى الرقم ده في العدد اللي بتشوفه ده كله. يبقى الدوله المصريه بلغه الارقام، خد بالك بلغه الارقام، بتمنحك ايه؟ علشان في ناس كتير من وقت للتاني حابه تشوف الجزء السلبي او تشوف الجزء اللي انت ما تبرزش فيه المجهود والمبالغ الطائله اللي بيتم صرفها من قبل الدوله على كل القطاعات، وده جزء منهم زي ما اتفقنا العشوائيات. فلازم تبقى انت عارف كمان اللي انت بتشوفه ده تكلفه الوحده فيه كانت 600,000 جنيه زي ما قال سياده الرئيس. مش هاسهب كتير في الموضوع ده، لكن الجزء الايجابي دايما في احلام مواطن ان احنا بندي الناس امل، والامل بيقول طالما ده فكر وفي تطوير وجنبه تنميه وفي ملفات كتير شغالين عليها، يبقى ان شاء الله كلنا نتفائل ونتاكد ان الدوله المصريه. وخدوا بالكم يا جماعه قبل ما انقل بقى على الموضوع التاني، انا شغاله في التطوير ده كدوله مصريه وفي التنميه، وانا لسه مش واقف على رجلي 100%، عندي ملفات كتير جدا، عندي صراعات كتير جدا. تخيل انت لو مكان
القيادة السياسية، وعندك سد نهضة، وعندك مشاكل في ليبيا، وعندك مشاكل في سيناء، وعندك اقتصاد، وعندك كورونا، وعندك أمور كتير جدا بتمر بيها، وفي المقابل تطلع الصورة دي وانت بتقيم. ما بتحتاجش مجهود ان انت تصدق قلبك وعينك ونفسك، بس خليك محايد وانت بتقول الدولة بتعمل ايه وفي ظروف عاملة ازاي. ده كان الموضوع الاول اللي حابب اكلمكم فيه النهاردة قبل ما نبدأ نشوف مواضيعنا على مدار حلقتنا، ولكن دايما تحية اجلال وفخر للقيادة السياسية في المشهد اللي شفناه امبارح، ولسه ان شاء الله مكملين على خير مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عمري ما كنت بتكلم في الكرة ولا شغل بالي بموضوع الاهلي والزمالك ولا بالصراعات ولا بالنقاشات ولا بالامور اللي بتتم في احلام مواطن كده بنتكلم دايما بشكل بسيط، ولكن لما استوقفني امبارح في جريدة اليوم السابع عن لسان زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الست دي نادرا ما بتبقى بتكتب في وسائل الاعلام او السوشيال ميديا اي حاجة. منشور لها امبارح: زوجة محمود الخطيب، أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس كابنة مقاتل. طبعا السيدة يعني زوجة الكابتن محمود الخطيب قالت كده على ضوء المشاهد اللي حصل في الفترة الأخيرة والتون اللي عالية في فيديو منسوب لرئيس نادي الزمالك، ويبقى فيه قضايا بتحرك طبقا للكلام اللي كان بيتقال في الفيديو. مش ده اللي عاوز أقوله، ولكن اللي عاوز أقوله لأي مدى ممكن يوصل بيك الضغط وانت بعيد عن الدنيا كلها وعملك ما كنت طرف في الرأي العام ان انت تبقى بتقول هذا التصريح. عشت ايه وحسيت ايه وتحت اي ضغط اتقال هذا التصريح ان المشهد فعلا مش لطيف اللي بيتقال ايا كان دقته وحقيقته بقى وشكله ايه؟ مش ده موضوعنا ولا اللي هتناقش فيه، ولكن المشهد الرياضي في الجزئية دي محتاج شوية ثبات وانضباط. ده كان الموضوع التاني. قلت معاكم يوم الاربع اللي فات قريت خبر فنانة عبير بيبرس، وقلت طبعا نقلا من الخبر واحنا جايبينه من الجرايد الرسمية ومن واقع التحقيقات، ان في فنانة قتلت زوجها برقبة ازازة او بازازة في صدره بعد شجار بينهم، وقالت منه لله كان بيمسني بعلقة ويصبحني بعلقة، وقلت الخبر كما لو كان مكتوب تماما زي ما هو ومنسوب للفنانة. بعد ما قلت الخبر، طبعا احنا من عادتنا هنا في المحور وفي احلام مواطن مش بنقول كلام وخلاص، ولكن ده بنتحرى الدقة في كل الامور وبنحترم تماما خط سير التحقيقات والنيابة وكل الامور الرسمية عشان ما نبقاش في جبهة دون الاخرى ولا ننال من حق ولا وكلمة الحق دايما لازم هي اللي تفضل تتقال. تم التواصل لمعطيات جديدة حصلت في القضية، ولكن قبل ما نشوف ايه هي المعطيات الجديدة الصادمة، وبقول بين قوسين كبار الصادمة في القضية، بعد ما جالي شوية معلومات حتى كنا عملنا لايف وكده، المذيع اللي بيكلم حضراتكم دوت ومش عاوز المواضيع بتتشخصن ونعرضها على الشاشة عشان ما يبانش ان بناخد الموضوع في حتة تانية، ان جالنا بعض الرسائل، مش عاوز اقول التهديد بس هقول حد كان بينصحني. حلوة دي؟ حد كان بينصحني. هو في الواقع اكتر من حد: خلي بالك الملف ده صعب، الناس دول قتالين قتلة. خد بالك كل الكلام ده عشان قلت الخبر ما عملتش حاجة، يعني قلت الخبر وبذيعه وبنتحرى الدقة في كل اللي احنا بنقوله. قضية وقتل وتفاصيل كانت مهمة جدا، كان لازم نفهم تفاصيلها. طب هما قالوا الكلام ده، هل انا جيت النهاردة ما عملتش حاجة وزي بيقولوا بقى ايه غمضت عيني على الموضوع وخفنا؟ لا طبعا، طالما بنشتغل بمهنية وبأصول وبالصدق لا نخشى في الحق لومة لائم. والله العظيم لا ادعي البطوله، ولكن ابتغاء وجه الله بكلمه حق. خدوا بالكم كلمه المذيع اللي بيقول لكم ده هيتحاسب عليها عند ربنا، سيبك بقى من الشهره وقاعد قدامك ومذيع لا 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 لا، الموضوع اصعب من كده بكده يا جماعه. دي امانه الكلمه، وامانه الكلمه دي ممكن توديك في حته تانية خالص. حتى توجه الدوله والسيد الرئيس لما بيتكلم بيقول لك ما تقولش كده كلام غير مدروس وغير دقيق، لان انت قاعد ورا الشاشه بتتلقى بس. فالموضوع ده امانه مهمه جدا، علشان كده خلوني برحب معايا الاستاذ سيد عبد الله والد قتيل المعادي. برحب بك يا استاذ سيد. يا اهلا وسهلا، الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. استاذ سيد، كنت كلمتنا قبل الهوا قلنا في معطيات جديده في خط سير التحقيق، انا كنت عاوز بس اكد مع الناس بدايه كده دقه المعلومه ان الموضوع كان فيه سبب وفاة مكتوب من دكتور ان هي ازمة قلبية، وحضرتك لما رحت ولقيت ان ابنك مقتول استدعيت الشرطة والطبيب الشرعي بيقول كلام تاني. عايزك تحكي للناس بس في عجالة القصة ايه يا استاذ سيد. اشكرك اولا على يعني بحثك وجري الكرة الحقيقة، الله يكرمك ويبارك فيك. وعموما يعني اللي انا سمعته
ان انت يعني تهديد وما تهديد، كلمه الحق طبعا لها ضريبه كبيره جدا، لكن فعلا الانسان اللي مع الحق ودايما مع الحق ربنا بينصره وبيقويه، وده حق الجمهور عليك، جمهورك عليك، المشاهد الكريم الجمهور الكبير اللي بيشاهدك وبيشوف ليه حق عليه كله، يعني ان هو يتوضع في الحقيقه ويسمع الحقيقه. عموما يعني بصراحه هي ما قتلت عمرو فقط، والله هي قتلت اسره باكملها وعائله تمتد من اقصى صحراء الغرب الى القاهره والاسكندريه، لان فعلا يعني كان يعني زينة الشباب الله يرحمه ويحسن اليه. انا اقول لحضرتك بس يعني باختصار شديد جدا، قتلته لان احنا فعلا اتقتلنا، لا لحقنا نشوفه ولا لحقنا نوصيه ولا يوصينا. طيب ولا احنا شايفين دلوقتي صوره المرحوم هو عمرو يا استاذ سيد، ولكن انا عاوز بس معلومه في بدايه الكلام كده، عشان احنا قلنا المره اللي فاتت ان هي كانت مشاجره وبعدين هو ضربها بالقلم، قامت هي ضربته برقبه ازازه، احنا قلنا كده الخبر كان كده وانا شخصيا قلته كده، ايه صدق هذه المعلومه؟ هل فعلا كانت مشاده وضربته؟ هل فعلا كان في تصريح بالدفن كاتب فيه سبب، مكتوب فيه سبب الوفاه ان هو ازمه قلبيه؟ قول لنا، اشرح لنا الجزئيه دي يا استاذ سيد. طيب باختصار شديد جدا، انا في اليوم ده في اليوم ده الساعه 3:35 يعني 3:30 و5 اتصلت بي زوجتي ابن عمي من العبور، من اخر العبور على حدود البيت، إيه انت فين؟ انا في البيت. طب الحق ابنك في خطر، فين؟ في شقته، في خطر، في خطر، الحق الحق. ما قالت ليش اي حاجه غير كده. جريت انا وامه بسرعه بسرعه، وصلنا للعماره هناك، طلعت قابلني صاحب العماره، البقاء والدوام لله، طوفنا جرينا فين هو، دخلنا الاوضه لقيته محطوط على السرير، صحيح هدومه نظيفه وحلوه زي ما بعض الناس بيدعوا، ان انا قلت ايوه انا بكرر ان احنا رحنا، لما رحنا كانت كل المعالم مختفيه وكل شيء مختفي، لا دم ولا غيره الا جروح في رجليه بارزه في الرجل وخدوش في الرجل الشمال، يعني مجرد ما بصيت في رجله مصاب اليمين وهو لابس شورت، انا اشرت وجريت وصرخت ورحت في البلكونه، ويمكن الناس كل البلكونات سمعت وانا بصوت نيابه شرطه شرطه مراعي. طب قبل ما تشوفه كده يا استاذ سيد، لا واحده واحده عشان الناس تفهم معانا، معلش بس قبل ما تشوفه كده ان هو نايم على السرير، يبان في بدء الامر قبل ما تشوف العلامه اللي في رجليه ان هو ميت، يعني متوفي وفاه طبيعيه زي ما كان المفروض ان هو بيقال، هل حضرتك لما عملت كده شكيت ان في شبهه جنائيه، ان ابنك تم الاعتداء عليه وقتله مش مجرد وفاه عاديه؟ انا كده بقول لك صح؟ صح، كلام سليم. نعم يعني انا ما خلش عليه المنظر اللي هم واضعينه ان هو خلاص وفاه طبيعيه وملابسه ومغيرينها ومبدلينها. ليه؟ لما صرخت وجريت ولحقني طبعا واحد صاحب العماره، قال لي البقاء دوام لله يا حاج، اكرام الميت دفنه وخلاص التصريح جاهز، وجابوا لي تصريح مكتوب فيه بالظبط بنفس اللفظ، ضعف في عضله القلب، ويعني ضعف في الدوره الدمويه وتوقف القلب، ده سبب الوفاه. يعني كان في تصريح بالدفن مكتوب فيه كده بعد كتابه سبب الوفاه، لان احنا عارفين ان انت بتكتب، الطبيب بيكتب سبب الوفاه، وبسبب الوفاه ده بروح اطلع تصريح بالدفن. بالظبط، هو الراجل جاي ومعاه شنطته ان هو خلاص ده التقرير وهيكتب التصريح، خلاص ده مفتش الصحه. تمام؟ فمسكت التصريح وصرخت وجريت على الاسم وبلغت، اتحركت المباحث مشكوره وجيت النيابه مشكوره، وبدا العدل وبدا الحق والنتاج، وجدوا هدومه وملابسه مختفيه ورا الدولاب اللي هي ملطخه بالدم، ووجدوا زجاج متكسر، ووجدوا مصايب، وجابوا الشغاله، وطبعا تمت بقى التحقيقات وانا موجود داخل الشقه، الحيطان فيها دماء والدنيا يعني ظهرت بقى حقيقه ثانيه، يعني موضوع انه مات عادي ويلا واكرام الميت دفنه، لا، لما انت عملت كده ظهرت ادله جديده، اللي بالتالي هي اعترفت وقالت انا كنت بتشاجر معاه وضربته برقبه ازازه او بازازه. قبضوا عليها ونزلوها من الشقه فورا وخدوها صعبوها للاسم، واعترفت انها قتلته بطعن زجاجه في الصدر، والله اعلم ده اترفع، هل هي زجاجه؟ هل هي سكين؟ هل هي؟ الله اعلم، لكن الطعنه كانت نافذه لسبعه سنتي وقطعت الشريان ونزف الدم وتركته لما الطعنه كانت في الصدر يا استاذ سيد، الطعنه كانت في الصدر ولا كانت الطعنه في تحت الصدي بتاعه بالظبط. نافذه وصلت للقلب ومزقت القلب، وهي القوة البدنية العبير كانت تقدر مع عمرو تبقى هي بتحتك بيه وجها لوجه وتضربه بالازازة كده، ولا حضرتك كنت قلت لي ان برضو كان في ناس كتير في الشقة وفي احتمال وجود ناس اخرين، وان الجريمة كان في قصة ليها علاقة ب 2,400,000 موجودين في، عاوزك برضو العناوين دي تقولها لنا عشان الناس يبقى تعرف والله الحقيقة. والله انا اقول لك، والله عموما عمرو
يعني ما شاء الله كان قاعد يبقى معاه فلوس وفي فلوس الشهر، لكن وعايز خزنته فيها فلوس وفي اداب في حاجات، لكن السبب او هي اللي طعنت او غيرها طعن الله اعلم، انا ما اقدرش نفسي اقول مين اللي طعن. ده قيد التحقيقات حاليا يعني. ده انا ما اقدرش اقول مين اللي طعن ومين الله اعلم، لكن انا اتهم مين؟ مين اللي معاه في البيت؟ مين اللي معاه بمقارن قرينه؟ مين قرينته؟ زوجته. فانا لما اتهمت وجهت الاتهام مباشر لزوجته، خاصه ان كان فيهم بينهم مشاكل، وهي اللي منعت ان هو يسكنها معانا في بلدنا في التجمع، هي اللي منعته انه يسكن في شقه التمليك. يعني موضوع ان هو كان مدمر حياتها وبيصبحها بعلقه ويمسيها بعلقه وبيضربها، هل المعلومه دي كانت صحيحه يا استاذ سيد؟ لا 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 هذه اكاذيب وانا قلتها تماما. طب انت شايف ان هم كانوا عاوزين دلوقتي، يعني هي لما اعترفت على نفسها، ما هي اعترفت يبان ان الموضوع خلاص منتهي، فين نقطه الجدال هنا يا استاذ سيد؟ لو هي قتلت واعترفت وانت بعد ما عملت البلاغ لا، يبقى كده سبب الوفاه ما كانش وفاه طبيعيه، دي جريمه قتل وهي اقرتها في النيابه. والسؤال يا استاذ سيد، ايه الجديد دلوقتي بما ان في تحقيقات للنيابه طالما هي اقرت ان هي اعترفت ان هي قتلت المرحوم عمرو؟ أنا أقول لسعادتك، الجريمة جريمة مضاعفة يا أستاذنا، يا أستاذنا الجريمة مضاعفة، أولاً إنها تقتل، وأنا كما سمعت ورأيت على المواقع ولا داعي أصر على من الذي قال ذلك، لكن هو سامعني وسامعني كويس جداً وعارف أنا بقول إيه، لما يقول إن هو راح، وحتى أبوه بيعترف إن في تقرير طالع إنه الطبيب قال كذا، ما أنا عارف، ما أنا معترف إنه زور، طب ما أنا معترف إن أنا خدعتني الملابس، لكن لما تحققت لا ابني مقتول. وجت النيابه واثبتت ذلك، وجت الشرطه والرئاسه واثبتت ذلك، والدم والادله والقرائن ومحاوله. تمام يا استاذ سيد، انا طبعا يعني بشكرك جدا 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 استاذ سيد عبد الله والد قتيل المعادي اللي انتم شايفين صورته معانا، رجل اعمال عمرو. يا جماعه حق الرد مكفول تماما، تاني حق الرد للجانب الاخر مكفول تماما، القضيه قيد التحقيقات في النيابه واحنا نحترم تماما تماما خط سير التحقيقات، ولكن الجزء المهم اللي قاله الاستاذ سيد اللي حابب بس ان انا اقوله لكم، وده اللي استوقفنا انا شخصيا ليه بنطرح الموضوع تاني. واحد، لو كانت النيه مبيته على ضوء كلام الاستاذ سيد، ليه بطلع تصريح بالدفن ان هو ميت بسكته قلبيه، وبعدين بعد ما هو عمل الشوشره جه الطب الشرعي قالت لا ده كان فيه شجار؟ اتنين، لو المحامين عاوزين ياخدوا القضية لجزئية شجار أفضى إلى الموت في نص القانون ده ليها حاجة، ولما يبقى قتل مع سبق الإصرار والترصد دي حاجة تانية خالص. فين الحقيقة؟ الله أعلم. ده اللي هيبان الفترة القادمة من التحقيقات. أمانة الكلمة وصلت وحق الرد مكفول تماما للطرف الآخر. قانون العمل، قانون العمل في الجزء الاول النهارده في فقرتي مع القوى العامله، مين مننا موظف عامل صاحب اعمال صاحب شركه صاحب مصنع ما كانش منتظر وعاوز يشوف قانون العمل الجديد تفاصيله ايه، وهل قرب على الاصدار مناقشته في مجلس النواب، الابعاد والتفاصيل، البنود اللي بيخدم فيها العامل والموظف وصاحب العمل، كلام كتير جدا يهم قطاع كتير في الدوله او قطاع كبير في الدوله المصريه، هتناقش فيه بعد ما اشوف فاصل سريع واستقبل الاستاذ محمد علي العزوني المحامي وعضو اللجنه التشريعيه بوزاره القوى العامله، عنده كلام مهم جدا خاص بالقوى العامله وقانون العمل في هذا الملف تحديدا، لان ده محتاج وقت كتير يا جماعه. هطلع فاصل سريع واستقبل بعديه الاستاذ محمد، وما تنسوش كمان الجزء الاخير في مفاجات مع سقيا الماء، نستقبل الاستاذ محمد وارجع اكمل مع حضراتكم. برحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين، زي ما قلت لكم مفيش بيت فيك يا مصر، تاني مفيش بيت فيك يا مصر ما يفرقش معاه تماما اللي هيتقال في الفقره دي، ومن هنا بتيجي حرص وزاره القوى العامله على اعطاء جرعه معلوماتيه وقانونيه مهمه جدا في كل ما يهم العامل المصري والموظف المصري في كل القطاعات، علشان كده الوزاره دايما بتبقى حريصه على اعطاء هذه الجرعه من خلال هذه الفقره مع برنامج احلام مواطن. مين مننا مش فارق معاه قانون العمل اللي بينظم العمليه الوظيفيه في كل قطاعاتها، اللي بيحدد العلاقه ما بين طرفي العمليه الانتاجيه، صاحب العمل والموظف، العامل وصاحب الشركه او المصنع، تفاصيل كتير جدا هتبقى مهمه في هذه الفقره، علشان كده خلوني
يرحب معايا الاستاذ محمد علي العزوني المحامي وعضو اللجنه التشريعيه بوزاره القوى العامله. برحب بيك يا استاذ محمد ومنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. قلت في البدايه الناس هتقول لك طب ما احنا شغالين بقانون عمل قديم، قانون العمل سامعين بقالنا فتره طويله وبيتم مناقشته في مجلس النواب وفي يعني اهتمام من وزاره القوى العامله لصدور هذا القانون بشكل قوي جدا. الناس اللي هتشوفني دلوقتي يقول لك طب ما احنا شغالين بقانون عمل قديم. والسؤال ايه الفرق او لماذا قانون العمل الجديد اللي الناس ممكن بتشعر بيه بالفرق في نقاط واضحه ومؤثره لو قارنت قانون عمل قديم شغالين بيه لغايه هذه اللحظه والقانون الجديد؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه احب ارحب بسيادتك وبالجمهور. اهلا بيك. وبالنسبه للقانون العمل، هو بدايه الاول لازم نعرف قانون العمل ده بيخرج ازاي وايه المناخ اللي بينبثق منه هذا القانون. قانون العمل كان لازم مع التغيرات الكبيرة اللي بتحيط بالمنطقة وبتحيط بينا وبالعامل وبرب العمل وبالعمال، كل الكلام ده كان لازم من وجود قانون عمل جديد يلخص علاقة الطرفين ما بين رب العمل وما بين العامل. ولذلك القانون دايما عذرا، القانون دايما كان يصف العامل بأنه العقد الضعيف في عقد العمل، فكان ضروري يصفه بمعنى أن الحقوق بتبقى دايما لصاحب العمل أكتر من العامل أو الموظف. أصدح ذلك كده؟ مظبوط حضرتك. عفوا لو بعيد، ولكن أنا عايز أفهم الناس. مظبوط حضرتك. تمام. دايما القانون يصف العامل بأنه هو العقد الضعيف، الطرف الضعيف في العقد. لكن في إطار القانون الجديد، قانون العمل الجديد، يحافظ على حق العامل. يعني مثلا هدي لحضرتك مثل صغير، أن كان في يجي العامل يوقع على استقالته قبل ما يتسلم العمل بتاعه. لا يقول لك وانت بتمضي على العقد بتمضي استمارة 6. بالظبط. تمضي استمارة 6، تمضي استقالة، تمضي تنازل عن حقوقك. وده كان بيبقى يا استاذ محمد من ضمن شروط التحاقك بالعمل، يعني كما لو كان استكمال للأوراق. بالظبط، يعني كأنها تصرف فج طبعا. بالظبط، كشرط ايجابي يعني لازم ان هو يتحقق. لا، في ظل قانون العمل الجديد يتعين بقى ان الاستقاله بتاعه العامل دي تتم عن طريق وزاره القوى العامله او احدى مديريات وزاره القوى. الحقيقي من القانون العمل الجديد هي حمايه العامل. وبعدين حضرتك يعني القانون العمل الجديد خصص محاكم عماليه قائمه بذاتها بتنظر قضايا العامل، النزاعات بقى اللي بتنشأ بين العامل وصاحب العمل. بالظبط. حتى ما الـ 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 القضايا او الأشياء اللي تتعلق بالعمل، هذه المحكمة تختص وقائمة لنظر مثل هذه القضايا. قبل ده ما كانش موجود في المحاكم العادية، كانت تنظر هذه القضايا في المحاكم العادية. في المحاكم العادية. لكن دي محاكم متخصصة قائمة بذاتها بتنظر مثل هذه القضايا الخاصة بالعمال. يعني أنا لو حبيت أرصد معاك كده يا أستاذ محمد، يبقى في البداية إن أنت قانون العمل الجديد اللي إن شاء الله يصدر قريبا أو الفترة القادمة طبقا لحرص وزاره القوى العامله والجهات المعنيه ان هو في صف العامل والموظف اكتر من اصحاب الاعمال زي ما كان سابقا. بالظبط. لكن كان في يعني القانون لما جه خرج، وكان معالي وزير القوى العامله الدكتور محمد سعفان حريص على انه القانون يخرج من مناخ متلائم، يخرج ما بين رب العمل ويخرج ما بين العامل ويخرج ما بين رؤيه القائمين على العمل في الوزاره، عشان خاطر القانون يخرج ما فيش فيه عوار، يخرج القانون مكتمل، يعني يصب في مصلحه العامل ويصب في مصلحه صاحب العمل، والامور كلها تكون فيها يعني انسجام. ده بيبقى من خلال مشاركه مجتمعيه وحوار اوريدي لطرفي العمليه الانتاجيه في كل القطاعات. اعتقد الوزاره بتبقى حريصه ان بتطرحه للنقاش في كل جوانب او عناصر هذا القانون، بحيث ان يبقى كله بيقول مقترحاته وارائه ونطلع بافضل شكل ليه. تمام يا فندم. ده تم يعني بالفعل يا استاذ. ده تم بالفعل. واخذنا راي اصحاب العمل واخذنا راي العمال ورؤيه الوزاره، ويعني كانت هناك اراء مختلفه عشان خاطر يخرج النسيج ده مكتمل لصالح العامل ولصالح رب العمل، ويخرج بالشكل اللي ان شاء الله هيخرج. ولغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها حصل هذا التوافق، يعني العمليه عناصر المنظومه كلها لهذا القانون حصل في اللحظه اللي بنتكلم فيها هذا التوافق بشكل كبير جدا، وتم تدارك عوار كبير كان في القانون القديم بشكل كبير جدا يهدف الى خدمه الانتاج وزياده عمليه الاستثمار في مصر، لان قانون العمل ده قانون مهم جدا، لانه من خلاله
بيشوف المستثمر المناخ في البلد ملائم ولا مش ملائم، المناخ في البلد مناسب ولا مش مناسب، لكن القانون دوت هيدي انطباع وهيدي راحة للمستثمر ان هو يجي ويستثمر عندنا هنا ويكون له دور استثماري من خلال هذا القانون. ودي نقطة ربط مهمة جدا، ان الفكرة مش فكرة للموظف وصاحب العمل بس، ده كمان عشان اجذب الاستثمار. بالظبط يا فندم. طيب الناس دلوقتي هتبقى بتسمعني يا استاذ محمد وبتسمع حضرتك، هيقول لك طب يعني ايه ابرز الامور اللي كانت هنا انت شايفك يا استاذ محمد كراجل عضو لجنه تشريعيه بوزاره القوى العامله كانت سلبيه تم ادراكها او تغييرها بشكل ايجابي في القانون الجديد؟ ايه من وجهه نظرك كان حتمي انه يتم تغييره في القديم وتم استبداله بنص واضح في القانون الجديد؟ تقوله لي ازاي يا استاذ محمد؟ يعني انا يعني شايف ابرز حاجه قانون الاستثمار. يعني اشرح لنا يا استاذ محمد. القوانين الاستثماريه او ما يتعلق بعمليه الاستثمار، ان نصوص القانون ومواده وكل هذه الامور تصب في صالح العمليه الاستثماريه وجذب الاستثمار في مصر، فكان هذا القانون فيه شكل صريح جدا لابراز جذب الاستثمار الى مصر. يعني ما كانش موجود في القديم؟ لا ما كانش موجود. هو القديم لو انا بقول صح اللي هو كان قانون 12 رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، ده اللي احنا شغالين فيه مفروض. تمام صح كده. طب ايه تاني من ضمن النقاط غير موضوع تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات؟ ودي نقطه مهمه جدا للدوله المصريه وماشيه مع توجه الدوله في امس الحاجه طبعا لجذب الاستثمارات لا سيما في الظروف اللي احنا عايشينها. ايه تاني ممكن يبقى برضه من وجهه نظرك يا استاذ محمد الناس حابه تبقى اللي قاعد دلوقتي موظف ولا عامل عاوز يبقى مطمن؟ حمايه العامل، وده ابرز عناوين هذا القانون، هي حمايه العامل والحفاظ على حقوقه والحفاظ على يعني ما يتعلق بالاشياء الماديه من الحوافز للمرتبات مثل هذه الامور، للعلاوات، لكل هذه الامور في هذا القانون لها جانب كبير جدا ومنصوص عليها بشكل ايجابي اكثر للعامل. تم الاخذ في الاعتبار التطور اللي موجود اوريدي في الصناعه والعمليه الانتاجيه، يعني بمعنى اصح لما بيتم اصدار قانون جديد، قانون 2020 اذا صدر القانون في هذه الفتره، غير مثلا لما كنت بتكلم بقول قانون 2003، انتوا بتاخدوا في الاعتبار كلجنه تشريعيه مواكبه التطورات في سوق العمل بشكل او باخر، صح؟ تمام تمام تمام. فكره التدريب، فكره التدريب برضو في هذا القانون اخذت حيز كبير جدا، والحرص على تدريب العامل ودفعه في سوق العمل بشكل احترافي بشكل مهني بشكل يعني العامل يكون لديه الدرايه الكافيه عما يقوم به من اعمال داخل هذه المنشات الصناعيه. الرابط بين منظمه العمل الدوليه ووزاره القوى العامله دايما بيبقى متاخد في الاعتبار، هل طبعا ده اتاخد في الاعتبار ما بين تنسيق ما بين الجهات الدوليه الرسميه مع مثل هذا القانون؟ طبعا طبعا. القانون يعني انا يعني مش هكون متجاوز لو قلت ان القانون فيه، لست متجاوزا فيه، القانون فيه مواد تكفل للعامل المصري اكثر بكثير جدا من العمال في دول اخرى. يعني داخل هذا القانون يكفل للعامل المصري حقوق اكثر بكثير من دول اخرى. طيب لو جينا نتكلم في الجزئيه بقى التوازن في المجالات ما بين الحقوق والواجبات. نعم. بمعنى ان كل واحد سواء صاحب منشأة او عامل او موظف، انت ليك حقوق وعليك واجبات، وانا علي حقوق وعلي واجبات خاصة بقى بفترات الراحة، مواعيد العمل، تشغيل الاضافي والاجازات السنوية والامور اللي كل واحد بيشوفني دلوقتي تبقى فارق بالنسبة لي. شوف القانون ده هل تم تغيير جوهري بالمقارنة بالسابق ولا هتبقى كلها امور خدناها في الاعتبار بما يحقق المصلحة للطرفين؟ لا لا لا، راعى في مثل هذه الامور، حتى ان كان في اجازات الوضع للسيدات العاملات يعني مرتين، دلوقتي اصبحت ثلاث مرات، يعني من حقها ان هي تحصل على اجازة ثلاث مرات في اثناء الوضع، وهذه الامور يعني روعيت في هذا القانون بشكل كبير جدا للعامل وفي الاجازات وفي هذه الامور، يعني كان القانون غطاها بشكل كبير جدا. طب على مستوى العقوبات بقى، وان انت بيبقى فيه برضو احكام ليها علاقه بقانون العمل الحالي اللي تبقى على الموظف او العامل، هل برضو دي تم تغييرها بشكل او باخر، ولا مع الحفاظ برضو ان تبقى العقوبه مناسبه لنفس الشكل اللي خاص به اللي اجراه الموظف او العامل؟ لا. انا عفوا لو بسالك الاسئله دي برضو ليه؟ اللي بيشوفني دلوقتي واحنا دايما في احلام وطن بنتكلم باللغه البسيطه. نعم. هيبقى عاوز يفهم بالشكل ده العامل او الموظف، يا ترى انا وضعي ايه دلوقتي مع الدوله لو ان شاء الله قريبا باذن الله يخرج هذا القانون للنور. بالنسبه للجزاءات اللي هي بتوقع على العامل وهذه الامور، القانون بالنسبه لهذا القانون
كفلها بالنسبة لرب العمل وكفلها بالنسبة للعامل، وهناك طرق في اتخاذها رب العمل حيال مجازات العامل، والعامل له بعض من الحقوق ان هو يستطيع ان هو يتصل على النقابة المهنية اللي بيتبع لها. وفي هذه الحالة بنشوف العمل اللي قام به العامل وما يتناسب معه من الجزاء اللي وقع عليه رب العمل ده. هذا القانون كفل هذه الأمور بشكل كبير جدا يعني. هل كان هناك وعندما يصدر إن شاء الله سيكون سترى الناس في هذه الأمور. طب هل القانون الحالي اللي احنا شغالين بيه يا أستاذ محمد، هل كان هناك بعض الطعن على بعض المواد الخاصة بيه اللي احنا شغالين بيه بعدم دستريتها، أو برضو كان فيها بعض النقاش أو الخلاف في المجتمع العمالي بشكل عام؟ يعني هل تم في المحاكم طعن على بعض القانون ده؟ تم مراعاة هذه المواد التي طعن عليها بالدستور بعدم دستوريتها، تم مراعاتها وتم تفادي العوار فيها بشكل كبير جدا، مما يجعلها قواعد من الممكن، يعني مش من الممكن، هي قواعد سيتم تطبيقها بشكل إيجابي، ستكون مناسبة أكتر لمناخ العمل في مصر. طيب انت قلت لي الجزئيه الخاصه بانشاء محاكم عماليه ده بيبقى فيه تنسيق بقى طبعا مع وزاره العدل في جزئيه ان انا كمان حتى لا قدر الله، وده ان شاء الله ما نتمناش نوصل له يعني، في حاله وجود اي نزاعات عماليه بين طرفي العمليه الانتاجيه، في محاكم متخصصه هتبقى بقى في على حده في كل محافظه، ولا هي ام لكل المحافظات؟ يعني اعتقد دي بتبقى بتحتاج تنسيق اشمل. لسه ديت يعني في محل تنسيق، وان شاء الله باذن الله يعني قريب ستكون هناك دوائر متخصصة للدوائر خاصة بمحكمة المحكمة العمالية، ستكون قائمة في كل محكمة دائرة متخصصة لمثل هذا الأمر. أكبر نقطة إيجابية في الجزئية دي تتفق معايا يا أستاذ محمد اللي هي سرعة اتخاذ القرار أو الحكم أو حل المشكلة أو النزاع، ما فيش حاجة اسمها بقى إن أنت تعالى معايا في سكة القضاء زي ما كان بيتقال زمان بقى إيه، روح خد حقك بالقانون، كانوا لك كده بالبلدي. لا لا، من أجل هذا أنشئت هذه المحاكم. من أجل هذا أنشأت هذه المحاكم، عشان يكون في سرعة في الفصل ويكون في بت سريع في مثل هذه القضايا. طب الجزئية الخاصة بالعمل على ربط الأجر بالإنتاج، لأن برضه هتلاقي في فئة كبيرة من اللي بيشوفونا يقول لك طب ما أنا ساعات بشتغل كتير جدا وبيبقى في إنتاج، ولكن المردود المادي من صاحب المصنع أو الشركة مش الشكل اللي القانون كفلهولي بالشكل اللي لا لا لا، القانون راعى هذه الأمور. أيوة. راعى هذه الأمور في زيادة الإنتاج وفي العملية الإنتاجية، هيكون للعامل طبعا دخل مادي على العملية الإنتاجية بتاعته إذا زادت غير مرتباته غير هذه الأمور يعني. طيب الجزئية برضو يعني أنا عاوزك تعذرني في العديد من الأسئلة، تعرف الناس أكيد فارق معاها الموضوع ده، فيعني إيه أنا حابب إن أنا ودي تبقى دايما عادة وزارة القوى العاملة، إن عايز أطمن كل الناس، أحلام مواطن دايما المواطن اللي يهمه الملف يبقى خارج من الفقرة عنده كل إجابة لكل سؤال. كان دايما وسمعنا وقوى العاملة دايما سباقة في الجزئية دي، فض الإضراب عن العمل. الحمد لله دلوقتي بقاش عندنا الظاهرة دي بالمقارنة بزمان. دلوقتي الموضوع بقى في أضيق الحدود بالزبط. وبيتم التعامل معاه بمنتهى الجدية والسرعة والعقلانية في حسم الأمور يعني. هل بقى هناك ضوابط في القانون الجديد اللي بينظم حق الاضراب عن العمل، اليات الموضوع ده عشان يبقى محدش ان شاء الله مش هنضطر ان انت توصله، ولكن برضه عاوز اطمن الناس حتى دي القانون الجديد اخذها في الاعتبار بشكل منضبط تماما؟ اخذها اولا عايز اقول لحضرتك على حاجه خاصه بموضوع الاضرابات. اولا الوزاره والسيد الوزير دكتور محمد سعفان تحديدا يعني يراعي هذه المساله بشكل يومي. هناك داخل مكتب معالي الوزير لجنة تراعي هذه المسألة بشكل يومي وتتابع هذه المسألة والإضرابات. ولو حضرتك شفنا في الفترة الأخيرة دي يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى ما فيش إضرابات خالص إطلاقا، يعني تكاد تكون إضرابات يعني قليلة جدا. والقانون يعني صور الإضراب وقال إن الإضراب ده لازم يبقى بكم معين من العمال وما يتعلق بالشيء المهني، لا يعني ما يتعلق بحاجات مهنية يكون الإضراب دوت، ومن خلال اللجان النقابية اللي العمال دي تتبع ليها بيتم التواصل وبيتم حل هذه الإضرابات.
طيب كلمني برضه يا استاذ محمد عن الجزئيه الخاصه باستخدام او استخدام العماله الاجنبيه في بعض المنشات. احنا عارفين يبقى في ضوابط واحكام، وطبعا انت عارف بقى انت لسه بدات كلامك ان انا بقى اشجع وبحفز الاستثمار والشركات بقى المالتي ناشونال او الشركات اللي بقى عندها عماله اجنبيه. اكيد انت كمان كقوه عامله تبقى اخذت ده في الاعتبار تماما طبقا لهذا القانون الجديد. ابرز العناوين اللي خاصه بهذه الفئه يا استاذ محمد تتمثل في ايه؟ طبعا هو بيتم استقبال العماله الوافده ديت في تخصصات محدده، وبيتم طبعا دخولها للبلاد بشكل عن طريق وزاره القوى العامله وتصاريح العمل الخاصه بهم وهذه الامور. طبعا احنا يعني بنقول ان جذب، ما بنقولش جذب العماله الوافده الا اذا كان عندنا نقص خاص من العمال. خبرات دي مش موجوده في العمل المصري او مش موجوده في العمل المصري، لكن سياده الوزير محمد صعفان هو حريص على مساله التدريب العمالي، وحتى ان هناك وحدات التدريب المتنقله، ودي كانت يعني طفره في وزاره القوى العامله استطاع سيادة الوزير محمد صعفان ان هو يحققها من خلال الوحدات التدريبية المتنقلة، ووصلت الى اقاصي الريف المصري، وصلت الى طب انا هتوقف معاك بقى في الجزئية دي قبل ما انهي فقرتنا. استمر من فضلك. بمناسبة الوحدات التدريبية المتنقلة، احنا كان معانا تقرير كان تم تصويره للوحدات التدريبية المتنقلة في وزارة القوى العاملة بايدي العاملين في ديوان عام الوزارة، على ذكر بقى الجزء المهم اللي بيقوله الاستاذ محمد. فممكن نجهز بالتقرير ده بعد اذنكم يا جماعه استاذ تامر، نجهز اللي هي وحدات التدريب المتنقله. طيب نشوف على ذكر بقى اللي حضرتك قلته. حابب برضه خدوا بالكم يا جماعه عشان التقرير ده مهم جدا، ابعاده كتير وحياه كريمه بقى مبادره السيد رئيس الجمهوريه بعد كلام الاستاذ محمد. اطلع اشوف التقرير وارجع تاني اكمل مع الاستاذ محمد علي المحامي وعضو اللجنه التشريعيه بوزاره القوى العامله. اشوف تقرير يوريك وانت قاعد في البيت مجهود الدوله وزاره القوى العامله في هذا القطاع شكله ايه. النهارده هنعيش تقرير مختلف جدا، هتشوفوا حاجات ما شفتوهاش قبل كده، بتاكد دايما ان الشعب المصري والشباب المصري في قلب اهتمامات وزاره القوى العامله، ودايما برنامج احلام مواطن كلمه السر عشان اوريك كل ما هو ايجابي في الدوله المصريه. يلا بينا ونشوف. طبعا انتوا شايفين معايا ادي الحجم، وزاره القوى العامله طبعا جمهوريه مصر العربيه، مهنتك مستقبلك ده اسم المبادره، وكل ده طبعا تحت رعايه سياده رئيس الجمهوريه، والمبادره اسمها مهنتك مستقبلك، ودي وحدات تدريب متنقله. طبعا اللي بيشوف المشهد ده يبقى بالنسبه له مشهد غريب، يعني ايه وحده تدريب متنقله؟ يعني ايه مبادره مهنتك مستقبلك؟ عشان انت ما تستغربش وانت شايف المشهد ده، انا بقى جاي النهارده عشان افهمك اللي انت شايفه ده معناه ايه؟ ومين هيستفاد منه؟ والعربيات دي هتروح فين؟ واتصنعت ازاي؟ وايه تفاصيلها؟ وايه شكلها من جوه؟ هو ده اللي احنا جايين النهارده نوريه لكم. يلا بينا ونكمل ونبدا جولتنا معاكم في يوم اتصوره غير تقليدي لحدث غير تقليدي. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداغن طالع منها لهب النور والنار. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخل طالع منها لهب النور والنار. واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. العربية البداية بتاعتها دي، يعني العربية اللي هي مستقبلك مهنتك والمبادرة بتاعتنا، ده شكل العربية وهي لسه فاضية خالص زي ما انتم شايفين معايا الكاميرا طبعا جايبها لكم. ده شكل العربية وهي لسه بتتقفل ولسه بتتجمع. اللي بيشتغل بإيده أكتر حد يعرف قيمة الحاجة ويحس كمان بطعمها ونجاحها بعد ما نشوف المنتج النهائي اللي هم بيعملوه. اتفقت معاكم إن الورش في وزارة القوى اللي عاملة ربما في فترة من الفترات ما كانش ليها دور أو ما كانتش مفعلة. دلوقتي الورش في وزارة القوى العاملة بتطلع المنتج اللي انتوا شفتوهم وهم بيشتغلوا فيه وهتشوفوه بعد ما ينتهي.
طب عاوز اقول ايه من الكلام ده؟ عاوز اقول ان وزاره القوى العامله لما تكون بتهتم جدا بالامن والسلامه والصحه المهنيه بالسيفتي، بتهتم انها تشغل الفنيين والمهندسين بتوعها في مشروع بيفيد المجتمع المصري كله، اعتقد لازم نقول تحيه تقدير واحترام. نبيل انت بقالك كام سنه في القوى العامله؟ بقالي حوالي 20 سنه. ال 20 سنه دول عمرك عملت اللي بتعمله زي ما بتشوف العربيات كده وهي جايه وانت بتصنعها ورشه متنقله او مركز تدريب متنقل؟ لا دي اول مره. اول مره؟ اه. طب قول لي ده كان طبعه عليك ايه؟ يعني انت نفسك شفت لما اتكلفت من الوزاره ان انت تشتغل بالشكل دوت، شفت الموضوع ازاي؟ والله انا شفت الموضوع ان حاجه جديده وتجربه جديده وتجربه ناجحه، وكلنا كل المجموعه بنشتغل بحماس لان دي هتفيد اخواتنا وتفيد اهلنا في القرى، وهو مشروع كويس بصراحه، ويا ريت كل الناس تعمل كده، يا ريت كل الناس تعمل كده بايادي مصريه. بتقعدوا وقت قد ايه؟ لا يعني احنا بنيجي عندنا قرار من معالي الوزير بيقول لك اقعدوا وباتوا واشتغلوا وخدوا حقكم، انا عايز العربيات دي تخلص في اسرع فرصه. يعني هم ادوكوا كل الدعم حتى تصاروا وتاخدوا حقكم، بس المهم نخلص الموضوع. ايوه صراحه. ده معناه ان بلغه الارقام يعني نقول مثلا العربيه من اول ما بتيجي لغايه لما بتتقفل، واحنا هنوري المشاهدين دلوقتي تقريبا كام يوم؟ والله حضرتك هي على حسب كل وحدة وعلى حسب الحالة بتاعتها، يعني في وحدة مثلا ممكن تقعد معنا أسبوع ممكن تقعد معنا أسبوعين على حسب حالتها. يعني أقصى مدة أسبوعين مثلا على حسب العربية جاية حالتها عاملة إزاي؟ على حسب إن طبعا مش كل واحدة حالتها زي التانية. في طبعا جاية تعبانة جدا، في جاية كويسة بتاخد مجهود أقل وكده. شايف كده في بيبقى حالتها متوسطة، في بتبقى حالتها تعبانة خالص. فكل واحده فيهم على حسب الحاله بتاعتها. ربنا يخليك لينا سياده معالي الوزير، لانك حطيتنا في تجربه احنا اول مره نشوفها ونحسها، واحنا عايزين نعمل حاجه كويسه للبلد. احنا عايزين نعمل حاجه كويسه للبلد وشباب البلد، عشان ده كلهم اهالينا واخواتنا، وطبعا تحت رعايه سياده الوزير باذن الله. يعني انا كنت ممكن ببساطه جدا كوزير او وزاره اجيب العربيه جاهزه واحط فيها المعدات وتبقى العربيه متقفله وجاهزه، لكن ان انا اجيبها مصديه وبالشكل اللي انتم بتشوفوه ده اعتمادا على هذه الوشوش وهؤلاء الرجال، اعتقد لازم نقول تحيه تقدير واحترام. لو هو ده الفكر اللي بتشتغل بيه وزاره القوى العامله، يبقى لازم نقف ونفكر وكمان نركز. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا، والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا، والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. قولوا معايا حي معايا عاش عاش العام طبعا العربيات دي 13 محافظه تم انطلاقها بالفعل. هذا التقرير كان مصور يا جماعه، كنت حابب اوريكم كمان دور وزاره القوى العامله مع الورش والمهن اللي موجوده وتفعيل دورهم بشكل ايجابي جدا. هو ده دايما اللي بتتبناه وزاره القوى العامله بشكل ايجابي جدا، نفرح بيه وحياه كريمه وتحيا مصر زي ما انتم شفتوا معايا. حابب دايما ما احلام مواطن اوصل لك هذا المعنى. خدوا بالكم يا جماعه عشان ما يحصلش لبس على اي حد، ان احنا نتحدث في هذه الفقره عن مشروع قانون العمل الجديد وليس القانون، عشان بس ما حدش يختلط عليه الامر بكلام واضح. استاذ محمد اخد تعليقك الاول على التقرير، ولو في رسائل برضه من سيادتك غير خاصه بمشروع قانون العمل الجديد. تمام يا فندم. هو زي ما حضرتك شفت كده التقرير مصور، هو في لحظات، لكن وراء هذا التقرير جهد كبير جدا 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 قام به السيد الوزير محمد السعفان، بعدما اطلق السيد الرئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره حياه كريمه. تلقف السيد الوزير هذه المبادره وقام بانشاء الوحدات التدريبيه اللي حضرتك شفتها بايادي مصريه. على فكره معالي تم انطلاقها بالفعل في عده محافظات يعني. بالفعل نعم يا فندم. معالي الوزير لم كان لا يدخر جهد ولا يألو جهد في ان هو الساعه 12 بالليل ينزل لمكان العمال وهم شغالين ويتابع حركه العمل في الوحدات التدريبيه المتنقله ديت، وتمكن بهذه الوحدات التدريبيه المتنقله من انه يوصل الى كفور ونجوع مصر الى ابعد ما تتخيل، ليكون هناك فكره تدريب العامل على العمل، انه احنا نجد له شيء يقوم بتدريبه لغايه بيته لغايه عندك بالزبط في الكفر والنجع والقريه. كان دي احنا حضرنا الانطلاق طبعا، ده تقرير مصور من فتره، بس كنت حابب اركز فيه دايما على هذا الدور والمجهود اللي تم تصنيع الجزء وتجهيز العربيه داخل الوزاره. يعني تمام، خدت جهد كبير فعلا، وخدت من السيد الوزير جهد كبير فعلا انشاء هذه الوحدات المتنقله.
العناوين العريضة لمشروع قانون العمل الجديد تحديدا وسيادتك قلتها لي، ودي كانت نقطة مهمة ومحورية جدا، اللي هي خاصة بمناخ جاذب للاستثمار. نعم. ودي نقطة كلنا نقف قدامها، وده الأهم دايما. نعم. في عناوين عريضة كده قبل ما اختم فقرتي مع حضرتك في هذا المشروع ورسائل بقى لطرفي العملية. تمام. هو بالنسبة للاستثمار بيعني المستثمر ان هو يشوف مناخ ملائم لعملية الاستثمار، ودي بالفعل المشروع القانون تبنى هذه المسألة وأسهم لها مواد في مشروع هذا القانون اللي بيها يتم جذب الاستثمارات إلى داخل مصر. بالنسبة لطرفي العمل، القانون ده أصيغ برأي من رب العمل وصيغ برأي من العمال، وهيخرج هذا القانون بإذن الله إلى النور ممتزج بآراء رب العمل والعامل أو صاحب العمل والعامل، فهيلقى قبول إن شاء الله بإذن الله لدى الطرفين. ده العشم، كل العشم زي ما احنا متوقعين يا جماعة من وزارة القوى العاملة في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. في نهاية الفقرة بشكر جدا جدا الأستاذ محمد علي العزوني المحامي وعضو اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، بشكرك جدا جدا يا محمد ونورتنا. شكرا. وإن شاء الله دي بداية، الموضوع ده محتاج حلقات كتير هنناقشها بشكل أوسع إن شاء الله. إن شاء الله. بشكل أشمل وأوسع هذا المشروع الخاص بقانون العمل الجديد هنناقشه في الفترات القادمة مع وزارة القوى العاملة. خلصت الفقرة الأولى مع وزارة القوى العاملة، وجه دلوقتي وقت الخير تقارير مهمة جدا، أطلع أشوف تقرير وفاصل إعلاني مهم جدا لسقيا الماء، واستقبل فضيلة الشيخ أحمد علوان وكلام كلنا بنحبه. سقيا الماء. يا شربة الماء اللي فيها حياة. بير من الأبار اللي بتعملها مؤسسة سقيا الماء ضمن 254 بير. انت عارف يعني 254 بير؟ وفترة يعني من وقت إنشاء مؤسسة سقيا الماء شهر 11/2019 وأنا بكلمك دلوقتي في شهر 6/2020، يعني حوالي 7-8 شهور، ومؤسسة سقيا الماء قدرت ان هي تتحدى وتنجز، ولما وعدت وفت في ان هي تنجز، او تحت ايديها دلوقتي 254 بير يا جماعة في 8 شهور، يعني حاجة ما شاء الله بصراحة معبرة، وبيدل على همة عالية، وبيدل على نشاط، بيدل على ان المؤسسة يعني طموحاتها عالية وسقفها عالي، وكمان ثقة الناس في المؤسسة ومن يقفون خلف المؤسسة ومن يتعاونون مع المؤسسة ومن يتواصلون مع مؤسسة سقيا الماء، هو ده اللي وصل المؤسسة للنشاط اللي انتوا شايفينه ده والهمة العالية اللي انتوا شايفينها دي. وده يعني اللي القرآن دايما بيحفزنا عليه، لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاستبقوا الخيرات، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو ده التنافس، هو ده التنافس الحقيقي في إنك تتنافس، في إنك تحط بصمتك، تحط خيرك، في إنك تعمل حاجة لآخرتك، كما كان سلفنا الصالح يقول من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. هو ده الترقي، هي دي الهمة العالية، هي دي الهمة العالية اللي مؤسسة سقيا الماء بتراهن عليها فعلا شيئا فشيئا. لما تلاقي الترقي في العبادات وفي الأعمال، جاء في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ده ترقي، ركوع ثم سجود ثم عبادة شاملة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد كده بقى ترقى واعمل حاجات أكتر وأكتر ونوع وشعب خيرك وعملك وعبادتك بفعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هو ده المنهج اللي مؤسسة سقيا الماء ماشي عليه. لما تلاقي بير زي ده والبيوت اللي حوالين البير، بيت واثنين وثلاثة واربعة ينتفعون بهذا البئر وبهذا الماء، ده في ميزان حسناتك، هي حياتهم على البير يا جماعة. شايفين الدنيا حواليا عاملة ازاي؟ حياتهم على البير ده، بينتظر اللحظة التي ينزل فيها المطر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى ليملأ هذا البئر، ثم يعيشون عليه طيلة العام إلى أن يأتي موسم الشتاء القادم، وهكذا. أنت السبب في البير ده،
أيوة أنت السبب في البير ده، أنت السبب في أنك تخلي حياة واحد قائمة على البير ده، أنت السبب في أنك تسد عطش واحد وهو جاي يشرب من البير ده. عشان كده لازم تعرف أن ده أثر صدقتك، دي نتيجة بذلك وإسهامك ووقوفك مع مؤسسة سقيا الماء بأن هي تكون حلقة وصل بينك وبين الناس هنا في مطروح وتحديدا في مدينة براني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على عمل الخير وعلى خير العمل، وأن يجعلنا سببا في إدخال السرور على قلوب الناس وفي قضاء الحاجات وفي سد الفاقات، فهذا من أعظم العبادات. سقيا الماء يا شربة المعي اللي فيها حياة. برحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين، والجزء بقى اللي كلنا بنفضل مستنينه مع فضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بيك يا شيخ أحمد ومنورنا. الله يبارك فيك. إيه أخبارك؟ الله يبارك. أول مرة تخش علي إيدك فاضية النهاردة. معلش ضيق الوقت لم يسعفني. ربنا يا رب الله يبارك فيك. إن شاء الله يبارك فيك وينفع بينا إن شاء الله في الفقرة دي. الناس دايما بتبعت لنا أسئلة كتير، اسمح لي بقرا بعضها لسيادتك يعني أو بعضها لحضرتك النهاردة. عنوان فقرتنا النهاردة بعد ما شفنا التقرير، بس الأول لازم أخذ تعليقك عن التقرير، أسباب زيادة الرزق خصوصا بعد بداية الحركة من جديد نسبيا وليس في المطلق بعد مشكلة وأزمة كورونا اللي ربنا يا رب يقصر أيامها لحسن الناس كلها تعبت واتخنقت زي ما بيقول. حابب بس أخذ تعليقك على التقرير. حاضر. وبعدين نخش بقى في موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد بحيي حضرتك وبحيي كل المشاهدين والمشاهدات اللي بيشوفونا دلوقتي، ويا رب يا ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا جميعا فيما يرضيه، قولوا امين. اللهم امين. التقرير ده كان في مطروح في سيدي براني. كنا بنقول ان احنا تحت ايدينا او خلاص احنا هنسلم بالفعل 97 بير من اجمالي 254 بير. تمام. وانا قلت في التقرير ان احنا بدانا من شهر 11 2000 من شهر 11/2019. تمام. واحنا دلوقتي في شهر كام؟ 7، وكنت بصور في شهر 6، يعني حوالي 7-8 شهور. كون ان مؤسسه زي سقيا الماء في خلال 7-8 شهور تخلص 97 بير وتحت ايديها 254 بير، خلي بال حضرتك احنا كنا في المكان ده بنصور، وتاني يوم تاني يوم كنا في مطروح برضو قعدنا يومين وصورنا، جالنا في اليومين من 254 تاني يوم قلنا ان احنا وصل ابار 265. بالظبط. يعني ازاي عزت على الهواء بقول لك عليه لا ده حصل تطور. يعني 11 بير بفضل الله في يوم، 11 بير زياده في يوم، ده ان دل يسالني فانما يدل على ان المؤسسه شغاله، وان المؤسسه بتثبت وجودها، وان المؤسسه لا تتوانى، وان المؤسسه في ازدياد والحمد لله وبتكبر. وده برضو بيدل على ثقه الجمهور وثقه المشاهد وثقه المتبرعين. انا لسه واحده مكلماني النهارده من الغربيه بتقول لي انا متبرعه ببير، فانا عايزه يعني اشوف الدنيا وصلت لحد فين، نفسي اشوف البير مكتوب عليه. كنت يعني هي الخامه اللي بقى عليها اسم. فقلت لها حاضر من عينيا، هتابع بنفس الموضوع ده لحضرتك وابلغك ان شاء الله. فالناس فرحانه والناس بتفرح وعايزه تشوف نتيجه الصدقه بتاعتها، مثلا دفع 25000 في بير او 30000 في بير حسب مساحه الايه، حسب مساحه البير. فطبعا ده عمل طيب، وفعلا فعلا لما بنروح، وانا عايز دايما بقول يا استاذ هاني للمشاهد انا نفسي تيجي معانا وتشوف ده بعينك، والله العظيم يعني فعلا فرحه الناس وفرحه المتبرع لما يشوف ده ويلاقي ان بير مساحته 100 طن ولا 60 طن ولا 30 حسب بقى ليه المكان وحسب احتياج المكان، ويشوف البيوت اللي زي المكان اللي كنت بصور فيه دلوقتي في سيدي براني، في حوالي 4-5-6 بيوت حوالين البير، كل دول بينتفعوا بالبير ده. ايوه، ومش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، لا على مدار العام. ده يعني ده كلام مهم، بس انتم متعودين مع فقره الشيخ احمد علوان يا جماعه بيبقى في موضوع كده يهم كل الناس، بالاضافه طبعا للمرور على النشاطات او احدث الاخبار الخاصه بسقيا الماء. والحلقه اللي فاتت كان معانا ميه معدنيه عليها سقيا الماء والامور جيده جدا، ولكن زي ما قلت لكم الناس كانوا بعتلنا كتير بعد وبجيد خروج بقى للعمل وكده، ويقول لك الرزق ضيق.
انا بشتغل بس ربنا مديني على قد قوت يومي وعيالي. انا يا دوبك يا عم ده انا عايش بالعافيه باكل عيالي بالعافيه. حتى لما بيجي هو يبقى بيقيم امور حياته يقول لك انا نفسي اعمل بس انا يا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح. اسباب زياده الرزق عنواننا النهارده اللي حابب اخلي كل اللي بيشوفوني دلوقتي مع الشيخ احمد علوان يعرفوا لو انت عاوز رزقك يزيد اسمع. طيب يا سيدي صلي على سيدك. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم. انا عايز بس برضو اضيف معلومه للمشاهد ان هو لازم ياخد باله ان الرزق مش فلوس بس. موافقك. موافقك تماما. عمر ما كان الرزق انا يعني المشاهد كده عيني في عينه تمام ويشوفني ويركز معايا اوعى تفكر ان الرزق فلوس بس. لو انت شايف ان الرزق فلوس بس لا يبقى انت فهمك عن الرزق فهم قاصر. معلش سامحني. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى موزع الأرزاق على العباد وكل واحد يا أستاذ هاني عنده وواحد تاني ما عندوش اللي عند التاني. يعني هو ربنا موزعها عشان إيرات اللي كل واحد أخدهم كاملين. بس أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. سيبها لله. انت ربنا سبحانه وتعالى اداك فلوس وخد من واحد تاني فلوس او اداك فلوس وخد منه صحة وادى الواحد تاني صحة وخد منه فلوس. ما فيش حد كامل. علشان ايه؟ علشان انا احتاج لك وانت تحتاج لي وده يروح وده يجي لده وكلنا محتاجين. الانسان مدني بطبعه. فالرزق ممكن يكون صحة، ممكن تكون زوجة حلوة مطيعة، ممكن يكون ولد ربنا مبارك فيه وشاطر في المذاكره بتاعته، ما هو ممكن يبقى معلش يعني ابن بواب ولا ابن حارس عقار ويجيب كل ويجيب مجموع كليه طب كلهم فوق هندسه. خدت بال حضرتك؟ او مثلا باباه مثلا مش عارف شغال في مكان مرموق لكن الواد جاب تجاره بالعافيه او جاب 70% بالعافيه. في النماذج دي شايفينها. خدت بال حضرتك؟ طب ليه الانسان يا شيخ احمد يعني برضه هل هناك صوره نمطيه في وجهه نظر البني ادم للرزق متمثله في الفلوس؟ يعني برضو ليه زي ما انت بتقول كده ده كلام زي ما انا قلت لحضرتك نزلت 24 قيراط واخد 3 صحة على 15 عيال على 2 جواز على 1 فلوس صحيح. يعني نقعد نوزعها كده راحة جاية بيننا كلنا. ليه الصورة النمطية ان الناس شايفة ان الرزق دايما مستوى اجتماعي وفلوس ورصيد في البنك مش صحتي كويسة، مش ان انا قاعد معافى، مش ان انا عندي زوجة صالحة، مش ان انا ابني زي ما ستك بتقول لنا متفوق؟ يعني ادينا كده خلفية على الجزئية دي عشان برضو نوعي الناس. هقول لحضرتك على حاجة. هو في ناس بصراحة واعية ومدركه النقطه دي، يقول لك مثلا الفلوس لا والله ده الحمد لله دي مستوره وزي الفل، اهم حاجه الصحه والستر. في واحد كده عنده قناعه بكده، لكن في واحد معاه فلوس ولا يشكر الله سبحانه وتعالى للاسف. وفي ازدياد لمن لم يتربى على الرضا ولم يتربى على القناعه ومش فاهم يعني ايه اصلا رزق ولا رضا ولا حاجه مقسومه له ولا ان هو يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى. يعني وهو الغنى. الغنى يعني في جزء منها تربيه عليها مش فطره طبعا كده. وتعود ويقين. طبعا ممكن اسره كده. طبعا انا ممكن الاقي واحد فقير او ست فقيره وحضرتك بتروح معانا الاماكن وتصور وتلاقي الناس يعني قاعده في عشه ومبتسم ومتفائل ويقول لك يا ويبوس ايده ويشرب. انا الحمد لله ده انا في نعم، انا بس عايز مش عارف بس حنفيه مي بس يبقى انا كده ده انا ابقى اغنى واحد. هو مش ربنا قال من فوق 7 سماوات يحسبهم الناس اغنياء من التعفف؟ حسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيف لا يسالون الناس الحافه. في راجل جه لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فبيقول له انا من الفقراء. شوف بقى خلي بالك. فسيدنا عبد الله بن عمرو بيقول له لك زوجه؟ قال نعم. قال له لك سكن تسكن فيه؟ قال نعم. قال له انت من الاغنياء. عشان ايه؟ عنده زوجه وسكن بس. فرد الراجل قال له عندي خادم. قال له أنت من الملوك. اللي هو ممكن يكون واحد متزوج وعنده بيت والدنيا حلوة وبرضه مش راضي بده. يقول لك إيه؟ أنا أصل فلان عنده عربية وبيجيب أحدث موديل وبيلبس عياله. لا، أنت في أمور الدنيا مطالب أن تنظر لمن هو أقل منك بشكل صريح. عايز نص صريح طبعاً. ما تبصش دايماً اللي أعلى منك، بص للي أقل منك. هقول لحضرتك بص للي في إيدك. أنا دايماً بقول في حاجات كده إحنا عايزين ضبط زوايا بجد والله. إزاي؟ إزاي بقى؟ إحنا عكسنا الأمور. إحنا في أمور الدنيا بنبص للي أعلى، في أمور الدين بنبص للي أقل. تقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا عم انا احسن من غيري. طب انا بصلي فرض في اليوم غيري ما بيركعهاش. قال له طب ما تبص للي بيحافظ على الخمس فروض، بيصلي الفجر في وقته، بيقيم الليل. هو ده اللي انت تبص له. ده في امور الايه؟ في امور الدين. يجي في امور الدنيا
يبص للي عنده عربيه، يبص للي عنده مش عارف ايه، اللي بص للي بيطور، بيبص للي بيبني، بص للي عنده فيلا، وما بيبصش هو للي اقل منه وممكن يكون عنده بيت وعنده زوجه وعنده حط عربيه على يده، بيقول له ما عندوش عربيه، هو عنده اولاد، غيرك ما عندوش اولاد. ما دي كلها نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، ودي معاني دقيقه في القران، ربنا يقول ايه؟ وان تعدوا نعمه الله، نعمه الله. هو كان المفترض يقول ايه او العقل يقول ايه؟ وانتوا تعدوا نعمه ولا نعم؟ نعم بقى، النعم الله كتير. نعم نعم نعم. انا اعد ايه؟ اعد فلوس، مش اعد جنيه. لما قال وان تعدوا نعمه، قال لك لان النعمه الواحده تحتوي على نعم كثيره، يعني جوه كل نعمه واحده نعم، نعم كتير. نعم كتير طبعا. لما يقول لك جاء في حديث عند الحاكم في المستدرك، رجل من بني اسرائيل ثاني عبد الله سبحانه وتعالى 500 عام. عايز المشاهد يركز معاه في القصه دي، قصه جميله. اتفضل. عبد ربنا 500 سنه، فيؤتى به يوم القيامه فيقال له، ربنا يقول للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، ربنا اللي بيقول، فيرد العبد اللي عبد ربنا 500 سنة يقول له رب بل بعملي. ثقة بقى ان هو شغال في الدنيا بقى 500 سنة صلاة وعبادة وصيام ووي، فربنا يقول لهم أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يقول بل بعملي، يقول له هاتوه، قايسوا عبدي بنعمتي أو بنعمة من نعمي عليه وبعبادته 500 سنة. هاتوا نعمة واحدة بس من النعم اللي أنا أنعمت بها عليه وبعبدته كلها في 500 سنة، يأتون بنعمة واحدة وهي نعمة البصر، توضع في كفة ويوضع عمل 500 سنة في كفة فترجح نعمة البصر. دي نعمة واحدة فقط ال 500 سنة. طب أنت دي نعمة، أمال لما نقيس بقى نعمة البصر بقى الأذن ولا نعمة الشعر ولا الإيد كل دي نعمة. فبيقول إيه؟ خذوه إلى النار. ما انت خلاص كده، انت ايه؟ انت خسرت لو العمليه بالعمل، ما انت خسران. اذا كانت نعمه واحده اللي هي البصر ده فازت على عبادته 500 سنه، فخذوه الى النار يا رب بل برحمتك. تعالى، من الذي قواك على عباده 500 سنه؟ يقول له انت يا رب. من الذي خلقك ولم تك شيئا؟ قال له انت يا رب. قال له من الذي اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ قال له انت يا رب. قال له ذاك برحمتي وبرحمتي ادخلك جنتي. وكلنا يعني هنخشها برحمه ربنا مش بعمل. طبعا حتى الصحابه هيخشوها برحمه ربنا. النبي ما هو قال ان يدخل احد منكم الجنه بعمل، قيل ولا انت، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قضي الامر سيدنا يعني. فاحنا نفهم ان الرزق ما انا عاوز بقى بعناوين كده علشان معايا برضو تقرير عاوز اخد رايك فيه. فضل. لو انا برضو عاوز اقول لك احد ابواب زياده الرزق، تقول لي مثلا كده في نقاط وبعدين هدعوك لمشاهده التقرير ونرجع، بس قول لي نقاط عشان برضه انا حابب ارجع تاني للسؤال. ليه؟ لان بيسمعني دلوقتي مش عاوزه ايه، انا نفسي قاعد بسرح مع كلامك في القصص الجميله والعبره، بس عاوز احافظ لهم على يا ابني انت عاوز رزقك يزيد بفضل ربنا طبعا. اسمع. طيب. واحد. اول حاجه التقوى. التقوى. الدليل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ادي الجمله او ادي النص الايه. تتقي الله في حياتك. وبنيه ان ربنا يوسع لك في رزقك. واحد. اثنين. الاستغفار. ان انا اقول بس كلمتين، لو قلت استغفر الله ووظفت عليهم ده زياده في الرزق، مش انا اللي قلت، ده ربنا اللي قال. يعني استغفر الله في بقك على طول على لسانك دي تزود. ربنا قال ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يا الله. شوف حاجات بسيطه جدا 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 وتايهه عننا، وممكن الانسان يستجلب بها الرزق. والنبي قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ده رقم اثنين الاستغفار. رقم ثلاثة الصدقة. الصدقة. لو واحد فقير قدامي دلوقتي وعايز ربنا يغنيه، وبعد ما نشوف التقرير خليك ركز معايا وهجيب لك قصتين مهمين قوي اتعملوا وكانوا فقراء وبالصدقه ربنا اغناهم. طب بفضل الصدقه، وهرجع اكمل معاك، وخدوا بالكم يا جماعه احنا وقفنا عند الصدقه في القران، وانت طبعا استاذنا الله يبارك فيك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. هل الناس كانت بتقول هل هو النبي كمان بيصلي علينا ولا ربنا والملائكه اللي بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزئيه كده كانت الناس كتير شايفاها بشكل واضح مرتبطه برضه بكلمه الصدقه. نعم. اسبابه بقى فنبدأ نشوف
التقرير. طبعًا. بشكر عليه طبعا قبل ما ازيعه يعني الدكتور مبروك عطيه، ادعوك لمتابعته استاذنا طبعا. كاريزما هو صاحب برضه. صاحب الدعابه وصاحب الفكاهه. طب ما تيجوا نشوف التقرير مع الشيخ احمد علوان مع الدكتور مبروك عطيه ونرجع تاني، هناك ربط صريح ما بين هذا الكلام وما بين اللي احنا بنقوله. يلا بينا. وهقول لك معلومه، بال 80 مليار طن ذهب ودولار ودرهم اماراتي وكل العمله اللي في الدنيا، معلومه انا اشك ان في حد يعرفها في الامه الاسلاميه الا من رحم الله، عشان كله يقعد كده ويهدى ويسمعني. كلنا استاذ يعقوب كلنا مامورون بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحضرتك اهو بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وكل مشاهديك دلوقتي بيقولوا عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ايه اللي انا بشك ان الناس ما تعرفوش؟ المليار مسلم و200 مليون ما خطرش على بالهم في يوم يعرفوا النوليدج دي، المعلومه دي، عارف هي ايه؟ النبي بقى نفسه بيصلي على مين؟ قبح قبح. هو النبي بيصلي على حد؟ طبعا. والله انا اول مره اعرف تقريبا، انا اعرف اني بقول اللهم صل على النبي، واعرف ان ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واعرف اني بقرا صحيح البخاري على اليمين في نسختي انا، وان الصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لكن انا عمري ما سمعت ان النبي نفسه بيصلي على حد في امته، النبي اللي يصلي عليا؟ ممكن لو سمعت تقول لي المعلومه دي منين؟ بقران. القران؟ ده انا بختمه في رمضان 7 مرات. طب وانا اعمل ايه؟ انا ذنبي ايه؟ يلا تعالى نقراه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول الفقير مبروك عطية عميد الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، النبي يصلي صلى الله عليه وسلم على المتصدقين من أول السطر، وما معنى يصلي عليهم؟ الإجابة يدعو لهم بالرحمة من أول السطر. وهل تستجيب دعوته؟ بذمتك عندك شك؟ لكي تبقى سنة كحلي، أمال النبي مش هيبقى مستجاب الدعوة؟ أوكي. وهل إذا رحمهم الله كشف عنهم الكورونا؟ والبرونة والمكرونة وكل مؤذي. يا سلام، السكة ايه؟ الصدقة. مش عايز اقول لك الصدقة يعني بمليون وربع مليون، ده رغيف، ده بطاطساية، ده تمراية ممكن جدا، فإذا تقبلها الله وهو يتقبل كشف كل سوء. والله العظيم انا بموت في الراجل ده، يعني الدكتور مبروك ده اشهد الله على الهوى ان انا احب الراجل ده في الله حب يعني شديد. طريقته كده قال لك قبح قبح. شيخ احمد، معلومه مهمه جدا كنت حابب في وجودك ان احنا نفندها للناس زي ما شرحها لنا الدكتور مبروك، وفي نفس الوقت كمان قال ان عشان النبي كمان يصلي عليك ده صدقه، وانت كنت بتقول لي من ضمن اسباب زياده الرزق الصدقه. بص الموضوع مودينا لفين. اتفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. وطبعا دي لفته طيبه من استاذنا دكتور مبروك عطيه، وهو دايما صاحب يعني لمسات كده، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويمتعه بالصحه والعافيه. لما قال قول ربنا سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وكان ربط صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمتصدقين. يعني اللي هيتصدق اللي هيخرج زكاه ماله سيفوز بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كشرط. وبعدين ايه، خلي بالك هو بيقول لك انت تشك في ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعوه سيدنا النبي؟ مفيش شك طبعا، يبقى دعوه النبي ايه؟ مستجاب صلى الله عليه وسلم. فضربت طبعا ربط جميل، وبقى يعني نستغل ده
بأن المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي عايز تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق. تصدق بقى في وصلة مية، تصدق في خط مية، في حفر بير، في البيوت اللي احنا بنعملها في نجع العرب، مركز ايد في محافظة أسوان، والمشروع الكبير اللي مؤسسة سقيا الماء قايمة بيه، موضوع الستين بيت اللي هو احنا بنقول عليه، وبرضو المشروع الكبير اللي في إنا مركز ديشنا، برضو يعني كلف المؤسسة ملايين. فده كله مفتاح يا جماعة للخير، وطوبى لمن جعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير. وخلي بالك لما بنيجي مثلا في حلقة مع الأستاذ هاني في يوم الاثنين أو يوم الأربعاء في برنامج أحلام مواطن بتكلم باسم مؤسسة سقيا الماء، احنا والله بنفتح لك الأبواب، احنا بس ما احنا إلا وسيط ما بينك وما بين الإيه؟ وما بين الناس اللي هي محتاجة. بنقول لك مثلا ان في الاناطر الخيريه عملنا خط، احنا في انا عملنا كذا، ان احنا في مطروح عملنا كذا، في سيوه محتاجين كذا، في الوادي الجديد محتاجين كذا، احنا بندلك، احنا بناخد بايدين بايد بعض والله. وبعدين احنا كمان مستفيدين ان احنا بناخد ثواب علشان احنا بنفوز بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. احنا بندلك، انت ما بتاخد الثواب، بتاخد ثواب اللي شرب، وبتاخد ثواب اللي اتوضى، بتاخد ثواب اللي اغتسل، وبتاخد ثواب اللي عملت كوبايه شاي، وبتاخد ثواب اللي عملت اكله لزوجها، وبتاخد ثواب اللي شطف وشه، وبتاخد ثواب اللي هو غسل ايده، وبتاخد ثواب اي حاجه كان فيها استعمال للماء، ده في ميزان حسناتك لانك انت ساهمت. وخلي بالك الموضوع مش بالكثره، ما تقوليش مثلا لا اصل انا معيش 1000 جنيه، اصل انا معيش 25000 جنيه احفر بها بير، اصل انا معيش 3000 جنيه اعمل بها وصله ميه، يقول لك لا ولو بالقليل. افضل الصدقه جهد المقل، يعني انت لو معاك 100 جنيه هتنفع؟ ايوه تنفع. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه يا استاذ هاني 30 سنت ولا حاجه، يعني بس يكفي لوقفتي، بس بتاع عش عصفور، عش طائر. اللي يبني في المسجد او يشارك في المسجد بحاجه زي كده بنى الله له بيتا في الجنه. يعني 20 في 20 ولا 30 في 30 اخد بقى. ايوه عشان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ما تستقلش اي حاجه، لا تحتقر من المعروف شيئا. طبعا ده كمان بالاضافه للتنوع اللي المؤسسه بتاديه، سواء بقى في مشاريع التنميه، في دعم، في مشروعات صغيره، في تنوع كمان خارج نطاق موضوع طبعاً الابار والمياه. فقط ده يعني سقيا الماء مدياك بمجرد الرقم اللي قدامك ده اوبشن زي ما بيقولوا. صحيح. انت عاوز تروح فين؟ وقفت عند الصدقه من اسباب زياده الرزق. احنا قلنا من اسباب زياده الرزق، نقول تاني عشان نذكر السيده المشاهدين، تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله يجعل لهم خير، والاستغفار رقم 2 والصدقه، ورقم 4 صله الايه؟ صله الرحم. صله الرحم. قال انا وصلت اقربي، يعني شو سبحان الله. سبحان الله لما اروح لوالدي، اروح لوالدتي، اروح لاخويا، اروح لاختي، اروح لاولاد عمي، اولاد خالي، اولاد خالتي، ده سبب في زياده الرزق. ايوه. وسبب كمان في طول العمر. يعني انا ايوه طبعا ممكن يبقى عندي مثلا مكتوب لي 60 سنه، وانا لو وصلت قرايبي عمري يزيد. العلماء قالوا اما بركه واما فعلا زياده مشروطه، يعني كتب في اجله ايه ده 60 سنه الا اذا وصل رحمه نزوده 10 كمان. من صره يعني معنى كده ان اجله مش مكتوب منذ خلق يا شيخ احمد؟ دي حته برضه عايز افهمها. لا مكتوب، هو مكتوب له اجلين، اجل 60 سنه، وان هو في اجل تاني زياده مرتبط بصلة الرحم إذا أتمها. إذا أتم. النبي قال إيه؟ من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عايز زيادة في العمر وبركة في الرزق وزيادة في الرزق، ده مرتبط بإيه؟ بصلة الأرحام. وصلة الرحم مش بزيارات مباشرة، عشان الناس تقول لك دلوقتي لو انا عاوز ازورهم ده موضوع الكورونا، ده انت لو بالتليفون والله لو في عذر وكده خلاص، انت يعني اللي هو من اي شيء يعبر عن التواصل قم بيه. تعال بقى نرجع نركز على موضوع الصدقة انه بيزود الرزق. سيدنا النبي قال ثلاثة اقسم عليهن، ثلاثة اقسم عليهن. اول حاجة قالها ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وخليني بقى ايه الحاجه دي، حاجه جت في بالي دلوقتي. يعني انا دايما بحب ايه الحاجه، الشغل العملي ده بيفرق مع المشاهد. تمام، انت صاحب التجارب اللي على الهوا يا شيخ احمد. دايما يا جماعه ما نقص مال ما نقص مال من صدقه. انا مثلا يعني الفلوس اللي انا قدرت اطلعها ادي 800 جنيه. لو انا شلت ان ال 800 200 وطلعتهم صدقه، هل ال 800 بقوا 600؟ نظريا ان انت ال 800 بقوا 600، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى لا، دول مضاعفين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. تشعر به
في جزائك عند الله ولا كمان في الامور الدنيويه ممكن تلاقي الدنيا جالك تليفون جالك رزق جالك شغل جالك بص يا حسين حاجتين او حاجه من الحاجتين اما ان هتحس ان ال 600 دول اضرب ال 200 في 10,000 هتحس ان ال 600 2600 ده رقم واحد دي البركه دي البركه او تجي لك حاجه على الفور تعوض لك ال 200 جنيه اضعاف مضاعفه انا قصه قلتها قبل كده وقصة عملية يعني حياتية حاجة بقى ما عداش عليها 1000 سنة ولا 100 سنة ولا 200 سنة في اب ماشي معانا دقيقة في اب كان ماشي مع ابنه فعمال يكلمه عن الصدق وان احنا لو اخرجنا ف الاب ادى لابنه 100 جنيه وقال له تصدق بيها الراجل الفقير ده 100 جنيه وبعد شوية الابن عمال يزن عليه فين يا بابا ال 100 جنيه ما رجعتش ما فيش فين البركة بيقول رحنا زرنا واحد صديق لنا ف صديقي مع بابا ابنه مع ابنه ادى الابن قال له 1000 جنيه دي عشان اول مره اشوفك تجربه عمليه على طول يعني على طول خدت بال حضرتك فيعني هي دي البركه ولذلك خلي بال حضرتك الصدقه سميت صدقه لدلاله صدق الانسان على يقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى يبقى انا بطلع وانا صادق او مصدق بان ربنا سبحانه وتعالى هيخلف ايه؟ هيخلف عليا زي ما سيدنا علي قصه بقى اختم بيها لو في وقت معلش 30 ثانيه 30 ثانيه سيدنا علي بن ابي طالب جاله سائل كانش معاه في بيته غير 6 دراهم 6 دراهم انا بس ده بدل لك على ان الصدقه فعلا بتتجنيك وبتجيب لك البركه فست دراهم فاداهم للفقير بعد شويه يمر راجل معاه جمل سيدنا علي بيقول له انت تبيع الجمل بكام؟ قال له ب 140 قال له اشتريته منك بس تصبر عليا يوم ولا اتنين قال له ماشي فخد الجمل بعد شويه يمر رجل يريد ان يشتري الجمل من سيدنا علي فبيقول له سيدنا علي تبيعه بكام؟ قال له ابيعه ب 200 ابيعه بكام؟ ب 200 هو اشترى الجمل بكام؟ ب 140 هو كان متصدق من شويه بكام؟ ب6 باع الجمل ب 140 اتبقى من ال 200 كام؟ 60 يبقى الست دراهم اللي هو انفقهم رجعوا له كام؟ بس خلاص وصلت يعني في نهايه حلقتنا انا بشكر جدا جدا فضيله الشيخ احمد علام بشكرك الشيخ احمد ربنا ينفع بيك يعني الناس دعوه طبعا للناس تتواصل مع مؤسسه سقيا الماء في وسط ميه في خط ميه في حفر بير في بيت في مشاريع صغيره يلا ما تضيعش الفرصة بشكر جدا جدا فضيلة الشيخ أحمد علوان في فقرة الخير النهاردة في برنامجنا أحلام مواطن دايما الرقم قدامك مش محتاج مجهود لو شفت وحسيت وتأثرت واقتنعت باللي انت بتشوفه هنا في برنامجنا في مفاجآت يوم الأربع والأسبوع الجاي لمؤسسة سقيا الماء بروتوكولات محافظات وزارات بتأكد دايما هذه المؤسسة ان هي في ظهر المواطن المصري من خلال أحلام مواطن ودعم الدولة المصرية أشوفكم إن شاء الله يوم الأربع بخير لا ينقطع ولا ينتهي ودائما وأبدا أحلام مواطن هنا هتلاقوها بتتحقق.